متابع. ده ماتش البطوله الاخير. ده البطوله الاخيره. لا اشرحوا لي اكتر بقى كده. ده الفاينل ما بين الشرقيه والشرطه المصري. يعني بطوله افريقيا كان كنا فريقين من مصر حامل اللقب. حامل اللقب واحنا. طب ممكن تشرحوا لي شويه اللعبه؟ لعبة قريبة من كرة القدم. الملعب ده تقريبا قريب جدا من مساحات كرة القدم. 11 لاعب ضد 11 زي كرة القدم برضه تقريبا في عدد اللاعبين. الفرق ما بيننا وبين كرة القدم ان عشان تحط الهدف لازم تحطيه من داخل الدايرة اللي حضرتك شايفاها دي. يعني صوبت الكرة تجاه المرمى وداخل الجون. منطقة الجزاء دي دايرة مش مربع. عكس كرة اليد. كرة اليد ما تخشش الدايرة وتصوبي تحط جون. دي لازم تخش الدايرة دي وتصوبي عشان تحط جون. طرق اللعب تقريبا قريبه جدا من كره القدم من حيث ان عدد اللاعبين 11 و11. معظم مدربين العالم حاليا دلوقتي او الفرقه العالميه حتى في كره القدم, يعني مثلا هولندا عندها دلوقتي مدرب هوكي موجود في المنتخب الهولندي بتاع كره القدم نفسه. المانيا نفسها عندها مدرب هوكي موجود من الجهاز الفني بتاع كره القدم نفسه. مش فاهم يعني المنتخبات القوميه العالميه بدات تستعين بمدربين هوكي داخل الاجهزه الفنيه بتاعتها حاليا. لا عشان تقارب عشان عشان الالعاب بتاخد من بعضها في طول اللعبه. سريع انه اصابات اللعبه دي اخطر من اصابات لعبه كره القدم. لا 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 هو انا بقى معلش هي مش اخطر في الكوره طبعا خطير. يعني انا يمكن العصايه دي احيانا طبعا بتحصل اصابات احنا يعني في بعض يعني مصنوعه من ايه؟ من فايبر. فايبر جلاس جامده يعني دي لو جت في اصابات اصعب منها الكوره كمان. الكرة نفسها لو جت في مكان في الجسم انا بتجيلي في العيادة اصابات كتير جدا في الوجه او في الاسنان بسبب ان الكرة جت. في ناس كتير من لاعبي الهوكي فقدوا اسنانهم بسبب اللعبة دي. وعندنا اصابات مستمرة, اصابات العادية بتاعت اي لعبة زي كرة قدم اللي هي الرباط صليبي, تمزق عضلي, الاصابات العادية دي موجودة. لكن هناك اصابات اخرى خاصة بلعبة الهوكي احنا بنلاحظها كأطباء بنلاقيها في عياداتنا أكتر من الإصابات التانية. طيب حارس المرمى بتهيألي لازم يبقى لابس حاجة على وشه بقى ولا إيه؟ طبعا بيبقى له لبس خاص مختلف تماما. في حد هنا حارس مرمى ولا؟ معانا اتنين. في اتنين حراس مرمى. وفي حد جوه ولا إيه؟ لا لا هما الاتنين. كابتن أحمد فتح الله. هو بس انت بتشاورني على طب ما انت هنا ما تشاورني على نفسك. سوري سوري كابتن احمد انت حارس مرمى. طب دي في دول اللي بيقولوه ده ده مؤمن. هو الوحيد المحصن فيه. هو مؤمن لبسه مؤمن جدا يعني زي رجال الفضاء بالظبط كده.